السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نوريكم كيفاش غادي تحيدوا الرجلين الليبه وكيفاش غادي تخيطوها. اذا هنا هو الطول الاساسي اللي عندي، غادي نقطعها من هنا. صافي، من بعد ما قطعتها غادي ندير لهذيك البنطه اللي غادي نجيبها هنايا، غادي ندير فيها 5 سنتيمتر لحقاش غادي ندوبلها على جوج بهذا الشكل وعاد نخيطها. اذا غادي ندير 5 5 ونقطعها ونفصل كذلك عليها القطعة الثانيه. صافي، اذا بهذا الشكل هكذا. اذا هذه هي القطعه اللي فصلت، غادي ناخذها بهذا الشكل هكذا في المنتصف، وهنا العرض اللي بغيتيه، وغادي نخيطها نلاقيها بعدا اول حاجه من دوك الجوانب، وغادي ندير لها رقم 5 واحد الحاجه كذلك مهمه، خاصها تكون الليبه غليظه، يعني دوك ديال الليباموس اللي تيكونوا رقاق تيتسلوا، ما غاديش يصلح لك في هذا العمل اللي تديري دابا. اذا تنقد ما بين دوك جوج قطع باش منين نجي نخيطها للرجلين تجيني سهله. وكذلك درتها رقم 5 دايره بحال دوك الكولونات. اذا هنا تنحطها في الوسط بهذا الشكل على الوجه، هذا الوجه، وتنخيط القطعة ديالي بهذا الشكل. اذا هنا المرة الاولى تنخيطها بالخمسة، والمرة الثانية غادي نخيطها بالربعة. اذا تنقد ما بين هذوك جوج نقط، دوك جوج قطع، وتن نخيطها بهذا الشكل، وعاد غادي ندوز لها رقم 4. اذا هنا درتها برقم 5، جمعت ما بين جوج قطع. دابا غادي نصغر الغرزه، درت غير رقم 4 وغادي نخدمها وانا سندوز على ديك الخياطه الاولانيه باش ما تجينيش واسعه. تدوز على سرجي دوزة ونسي وبلاش، معليش ماشي مشكل لانهم ما تيتشنتفش، لان هنا هانتو ما تيتشنتفش نهائيا، تيبقى هو هو. اذا تحصل على هاد الرجيلات بهاد الشكل هكدا، اصلا تيجيو مزيرين، هو تيجي مزير بهاد الشكل في الرجل. غادي ندير القطعة الثانية باش نوريكم. بالنسبه لهذه الفكره زوينه للاطفال، الا تقبل لكم الليبات من هنا ولا كبروا عليهم ولا بغيتوا تبدلوا الشكل ديالهم فهما تيجيو زوينين. اذا تجي من التحت بهذا الشكل هكذا. تنتمنى تكون عجبتكم وتجربوها. مع السلامه.